ومناسبة اللاعبين المحترفين مش بس في الدوري الانجليزي يعني طبعا الاسماء او اللاعبين الافارقه اللي موجودين في الدوري الانجليزي كتير جدا ومش بس في جيل ده على مدار اجيال طويله جدا وفي كل الدوريات الكبيره ما فيش تقريبا خلا من 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 اربع خمس لعيبه من كل الدول الافريقيه الكبيره في كل الدوريات الكبيره يعني بكلمكم على الاسباني على الالماني على الفرنساوي على الايطالي على طبعا في في القمه الدوري الانجليزي السؤال هنا ليه والسؤال احنا ليه ما بنفكرش على الرغم انه يعني انت لما تيجي تبص للكره المصريه على مستوى المنتخبات او على مستوى الانديه تلاقي دايما منتخب مصر يصنف في المنتخبات القويه وانديه مصر بالتاكيد من الانديه القويه انت صاحب اكبر عدد من الالقاب على مستوى المنتخبات وصاحب اكبر عدد من الالقاب على مستوى الانديه مشكلتنا الوحيده في كاس العالم وهاجي لكم في كاس العالم دي بس خليها على جنب دلوقتي وبالتالي تسأل نفسك يعني طب اذا كانت الدوله المصريه او الكره المصريه متقدمه كده ودايما مصنفه ودايما مرشحه احنا ليه ما عندناش الكثافه من حيث العدد يعني فاللاعبين المحترفين بره لانه يعني دول هيبقى ليهم مردود كبير جدا على الكره المصريه على كل مستويات فنيا اقتصاديا يعني كل حاجه مردود عنيف جدا فليه ما بيحصلش ده وتكتشف طبعا ان الموضوع متساب كده يعني يعني عشوائي عشوائي بمعنى كلمة عشوائي، والسؤال الحقيقة إذا كنا يعني إذا كنا بنبص لقدام، يعني ليه ما فكرناش؟ إحنا عندنا تجارب لعيبة محترفة كويسة جدا، وعندنا ناس قطعت مشاوير كبيرة جدا ناجحة في في أوروبا مع أندية كبيرة، وكان ليهم ريكورد يعني مش بس انه هو لبس تيشيرت يعني لبس الفانيلا بتاعة النادي ده، لأ. ده لعب ونجح وكسر الدنيا وكان من اهم النجوم في النادي ده في فتره من الفترات فالمانيا هتلاقي عندنا مثلا حد زي هاني رامزي حد زي محمد زيدان تجربته في دورتموند هتلاقي في 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 ايطاليا يعني يمكن ما كانتش تجربه ناجحه قوي بس يعني حازم امام كان واحد من الناس اللي لفتوا والدوري الايطالي في الوقت ده كان زي الدوري الانجليزي دلوقتي انه ان لاعب مصري يحترف في ايطاليا في اودنيزي في, في اعتقد في نهايه التسعينيات مش فاكر يمكن في اوائل الالفيه الجديده مش فاكر بالظبط امتى حازم احترف هناك لكن في النهايه عنده خبره اللعبه في الكالشو في مسابقه كانت في, في يوم من الايام اقوى مسابقه على وجه الارض عندنا محمد صلاح دلوقتي عندنا النني عندنا حسام غالي عندنا عندنا عدد من اللعيبه يعني عشان ما ننساش حد لعيبة كتيرة جدا احترفت مجدي طلبه في اليونان كان صاحب تجربه مهمه جدا جدا حسام وابراهيم احترفوا فتره من الفترات وكانت لعيبه مؤثره سواء في سويسرا او بعد كده لما لعبوا اعتقد في اليونان وغيرهم كتير احنا ليه ما بنفكرش نسمع الناس دي ليه ما بنعملش يعني لو في أو ان انا انا مش هكلم اتحاد الكوره انا هكلم يعني مثلا هكلم حازم وبركات الاثنين دول لعيبه كوره على المستوى الدولي كانوا لعيبه كبار جدا وحققوا باسم منتخب مصر بطولات مهمه جدا ولعبوا في انديه كبيره مصريه او بره مصر وبالتالي ممكن يكونوا هم فاهمين الكلام ده كويس جدا او قارينه ليه ما بنفكرش ان احنا نعمل مش عايز نسميها لجنه اصل احنا بنسمي اللجنه عندنا هنا في مصر بتبقى حاجه روتين كده والناس تجتمع كل فين وفين وياخدوا شويه قرارات ما يتعملش منها حاجه لكن احنا ممكن نفكر في ان احنا نستخدم او يعني نستفيد بالخبرات المصريه دي اللعيبه دي احمد حسن هاني رمزي اختاروا انتوا الاسماء بقى انتوا الناس مين وقتها يسمح مين ممكن تدي فكره او مجهود او تبقى مشاركه في حاجه زي كده يحطوا خريطه لمصر يطلعوا لنا 30 40 محمد صلاح بدل ما احنا يعني, يعني هو محمد صلاح راح محمد صلاح جه مع كامل احترامي لمحمد صلاح يعني لكن ليه ما عندناش 10 15 واحد زي ده هو فيش في مصر لعيبه كوره احسن من محمد صلاح في طبعا مليون في الميه يعني انزل اي انزل اي شارع في مصر قول له طلع لي سيبك من الاحتراف وسيبك من العقليه وسيبك من اللي وصل له انا بكلمك على لعيبه كوره ازاي تنقل لعيبه الكوره دي نقلت محمد صلاح بشكل صلاح اجتهد مع نفسه بشكل فردي محدش ساعده كان ممكن جدا لو زيه زي غيره كان رجع من بدري خد القرشين وتمام اتعشد زي ما بنقول وجي هنا كمان لعب في أهلي أو زمالك وخلاص وكان الله بالسر, بالسر عليه لكن الولد اجتهد بشكل شخصي البرنامج ده الرؤية دي المشوار ده ليه ما بنحاولش نجربه ونطبقه على اللعيبة اللي طالعه من تحت وبمناسبة الكلام ده مرتبط على فكرة بكاس العالم 26 اللي كنت مستني وكلمت في ده وقلت لحضراتكم قبل كده من المنطقي جدا خدوا بالكم الوقت والوقت ضايق جدا يعني هو كاس العالم 22 لسه ما تلعبش اه لكن كاس العالم 26 المفروض انك انت من اللحظه اللي خرجت فيها من التصفيات 22 كنت بتبتدي تحضر وتعمل برنامج وتعمل رؤيه وخطه ازاي هنوصل ستة 26 عشان ما نوصلش في التصفيات نحط ايدينا على خدنا ونقول يا رب نوصل وشدوا حيلكم يا رجاله وبنروح بالدم وفي الاخر تبقى النتيجه كده وهي دي مشكله كاس العالم بقى مع مصر عندك انديه ابطال عندك لعيبه اصحاب خبرات دوليه كبيره جدا لعبوا منتخبات في كذا فئه عمريه شباب و... وناشئين و... واطفال وزي ما انت عايز من طول عمره بيلعب دولي ومع النادي لعب كميه ماتشات على مستوى الدولي واحتكاكات على مستوى قاره افريقيا وغير افريقيا ومع فرقهم بره المحترفين اللي في خارج لعبوا على اعلى مستويات تيجي بقى كمنتخب بنعاني يعني في مشكله <applause> منتخب بيعاني ويوم ما بتو... يعني لما وصلت كاس العالم بتروح وكانك ما رحتش فيعني انا شايف انه برضو بكلم حازم وبركات يعني بما ان هم الناس دول في, في في مجلس الاداره اللي ممكن اراهن عليها ان هم يبقوا قارين الكلام ده او فاهمينه يقدروا يعملوا حاجه او ما يقدروش دي مش قصتي يعني يقدروا يعملوا حاجة أو ما يقدروش دي قصة تانية بقى لكن في النهاية أنا شايف أنه شغل كاس العالم وأعتقد أنه كان المفترض أنه يتم الإعلان عن ده هو كابتن إيهاب جلال واحد من أهدافه أنا عارف أنه العادة سنتين لكن هو واحد من أهدافه أنه جاي يحضر منتخب أو يبني منتخب مش يوصل كاس العالم يروح كاس العالم يعمل حاجة ولا إحنا هنقضيها كده ما نشوف هيعمل إيه في أمم أفريقيا وبعد افريقيا نقيم اذا كان هيكمل لا مش هيكمل لا والله راجل كويس طب نديله فرصه تانية ونوصل في النهايه ان المنتخب نفسه بقى جثه انا اسف في اللفظ يعني يعني دمه, متف... دمه متفرق بين الاجهزه الفنيه اللي تولت مسؤوليته في العشر سنين اللي فاتت كل واحد يجي يشتغل على نفس الفكر ونفس المنهج ونفس الاسماء ونفس الطريقه بتاعه اللي قبل منه تجيب برتغالي وتمشي ارجنتيني فتنقل المصري فتجيب امريكي فتلاقي ان النتيجه في النهايه كلها واحد يعني اتمنى 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 ان احنا